السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم منى فتحي من قناة ياسمين لتعليم الكروشيه. الصلاة والسلام على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من فضلك لو دخل قناتي أول مرة اضغطي على المربع الأحمر واشتركي في القناة، ولو عجبك الفيديو فعلي زر الجرس واعملي لايك وكومنت، وما تنسوش تدعموا جروب ياسمين لتعليم الكروشيه. من فضلكم انضموا لي، أنا بقدم فيه حاجات حلوة بأمر الله تعجبكم. النهاردة بأمر الله نويت ان انا اعمل لكم الغرزة الحلوة قوي دي، ان شاء الله انا هكملها، اعملها شال مستطيل. هو موجود اعتقد منه شال مثلث برضو، هنزل لكم طريقته، بس المرة دي نويت ان انا اعمل لكم الشال المستطيل. الشال هيبقى جميل قوي وتحفة جدا جدا، والوردات البارزة فيه حلوة قوي، ومش هنقطع الخيط ولا فيه وحدات ولا اي حاجة، كله متصل ببعضه. انا استخدمت في العينة دي استخدمت الخيط ده، هو بواقي خيط عندي، بس حبيت اوريلكو يعني الشكل العام منه ايه. هو خيط مهير زي الانجورا جولد كده، يعني نفس الفتلة بتاعته رفيعة قوي، وهو اصلا بيحب، يعني انا شايفه ان هو بالفتله رفيعه احلى من الفتله التخينه. ده الخيط اللي انا اشتغلت بيه، وده الخيط اللي انا هشتغل لكم بيه، ده انجورا جولد، بس انا كنت عملت جاكيت منه، وده اللي باقي. ده خيط انجورا جولد، عندي باقي شلتين اهو. فهو استوكات الانجورا جولد، مش الانجورا جولد يعني، بس نفس الفتله ونفس الخامه وكل حاجه. خيط رفيع قوي اهو، انا هستخدم له ابرة رقم 3 اهي، ابرة رقم 3، وهستعمله معاكو. ويلا بينا نبدأ، وبسم الله وعلى بركة الله. عايزة اقول لكم حبايبي ان الغرزة دي بتحتاج مضاعفات الرقم 24، لان كل وحدة من هنا لهنا بتحتاج 24 سلسلة. يعني انت عايزة تشوفي هتقدري كام وحدة هيقضوكي، هتعملي ادي دي انا عاملة ده 3 وحدات، 1 2 3، 24 24 24، وبنزود في الاخر سلسلة. تمام حبايبي، انا عملت اهو، انا هعمل لكم عينة مكونة من فستنتين بس، يعني واحدة وواحدة، فانا هحتاج 48 سلسلة. انا عملت 48 سلسلة اهو، وبعدين هزود سلسلة، يبقى انا محتاجة 48 سلسلة اهو عشان اعمل فستنتين، وزودت سلسلة، هكبر الكادر شوية، يبقى انا عملت مضاعفات العدد 24 على حسب ما انت عايزة، وبعدين زودت سلسلة. تمام حبايبي، بعد ما زودت السلسلة دي هدخل عند اول واحدة كده اهو، وهعمل حشو. انا هعمل فيهم كلهم حشو، يعني العدد اللي انا عاملاه 48 سلسلة، انت طبعا هتعملي بقى بعرض الشال او بالطول زي ما انت عاوزة، هتعملي العدد اللي انت عاوزاه. يبقى انا هكمل لاخر السلاسل كلها حشو، هدخل كده وهخرج وهعمل واطلع منها، او هدخل في الحلقة والف واخرج للمبتدئات. يبقى انا تمام كده هكملهم كلهم حشو وارجع لكم. انا خلصت حبايبي اهو ال48 سلسلة زائد بلس سلسلة، عملتهم كلهم حشو. خلاص هطلع بعد كده الدور الجديد، هطلع ب3 سلاسل، وركزوا معايا بالله عليكم بس في الدور ده كويس قوي، لان هو الدور ده مهم، وانا هبسطه لكم بامر الله بابسط طريقة. خلاص طيب، ال24 دول انا هقسمهم ازاي؟ اول حاجه انا مش هدخل هنا، انا هدخل هنا وهعمل عمود بلف عادي اهو، ده عمود بلف عادي. تمام طيب، وبعدين انا هقسم مجموعات، كل مجموعه فيها 6 وفي النص 3. ازاي؟ اول حاجه اول 3 انا هقسمها المجموعات تلاتات، اول 3 غرز هعملهم تزايد، يعني ادي غرزه 2 في نفس المكان، يبقى أنا دي أول غرزة عملتها تزايد. طيب وتاني غرزة هعملها نفس الشيء تزايد، أدي 1 2 في نفس المكان أهو، في نفس المكان. وبعدين التالتة برضو هعملها تزايد في نفس المكان، في نفس المكان،
يبقى دول تلاتة، تلاتة حشو اللي تحت، واحد اتنين تلاتة، كل واحدة فيها اتنين، اتنين 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 عمود. خلاص كده. طيب هنا طبعا خدنا على السلاسل البداية وعمود عادي، يبقى اتنين هنا في الأول. طيب وبعدين بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده انا عملت هنا تلاتة تزايد، هعمل تلاتة تناقص. يعني ايه تلاتة تناقص؟ هوريلكوا بقى يعني ايه تلاتة تناقص. يبقى احنا دلوقتي عملنا اول سلاسل البداية وبعدين عمود، وبعدين في التلاتة الحشو اللي تحت عملت في كل واحدة عمودين 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 عمودين، يبقى ده تزايد. تمام حبايبي؟ بعد التلاتة التزايد هعمل تلاتة تناقص. انتبهوا معايا للتناقص كده، هدخل كده وهخرج من اتنين بس، وبعدين هدخل في اللي بعدها واخرج من اتنين بس، وبعدين اخرج من اتنين بس كمان، وبعدين واحدة. تمام؟ طيب الاتنين اللي بعدهم برضو نفس الشيء، هعملهم تناقص. ادي واحد اهو، واللي بعدها كمان اهو، وبعدين اخرج من حلقتين واخرج منهم كلهم، يبقى دي تناقص ودي تناقص. طيب لسه كمان واحدة عشان انا قلت كله تلاتات. ادي واحدة اتنين اهو، اخرج من اتنين وبعدين اخرج من اتنين. تمام؟ يبقى انا عملت ايه؟ اتنين ثبات، وبعدين تلاتة تزايد، وبعدين تلاتة تناقص، والتلاتة اللي بعدهم هيبقوا تلاتة ثبات. ثبات يعني ايه؟ يعني تلات غرز اهو، في دي عمود واللي بعدها عمود بلف عادي، ادي اتنين، واللي بعدها عمود بلف عادي، ادي تلاتة. تمام؟ تمام حبايبي كده اهو، واضح؟ اتنين ثبات، تلاتة تزايد، تلاتة تناقص، تلاتة ثبات. طيب بعد كده بقى هنعمل ايه؟ دايما بعد التلاتة الثبات هشوف كان قبلهم ايه. قبلهم كان تناقص، يبقى بعدهم هيبقى تناقص. ما اقولش بقى انا هبدأ من البداية كان تزايد تناقص ثبات يبقى ابدأ تزايد تناقص ثبات، لا. انت هتشوفي التلاتة الثبات كان قبلهم ايه؟ قبلهم تلاتة تناقص، يبقى هيبقى بعدهم تلاتة تناقص. تلاتة تناقص يعني ادخل في اول واحدة حشو واخد عمود غير كامل، واللي بعدها كمان اخد عمود غير كامل، اخرج من اتنين وبعدين اتنين. تمام كده. كمان واحدة انا هعمل تلات مرات، ادي كمان واحد اهو كده غير كامل، كمان عمود غير كامل، اخرج من اتنين واخرج من اتنين. انا كده عملت كام واحد تناقص؟ واحد اتنين. اعمل التالت، هخرج من اتنين، اروح في اللي بعدها كمان ادخل واخرج من اتنين، وبعدين اخرج منهم كلهم. يبقى دول التلاتة الثبات، قبلهم تناقص وبعدهم تناقص. بعد التناقص يبقى هعمل تزايد اهو، تزايد. يبقى هعمل في كل واحدة عمودين، تلات حاجات، تلات غرز حشو. ادي اول واحدة، وبعدين التانية هعمل فيها عمودين بلفة، التالتة هعمل فيها برضو عمودين بلفة، يبقى ده التزايد. هنرجع تاني عشان ما تلخبطوش اهو، اتنين ثبات، تلاتة تزايد، تلاتة تناقص، تلاتة ثبات. تلاتة الثبات كان قبلهم تناقص، يبقى اخد بعدهم تلاتة تناقص. تلاتة بعد التناقص تزايد، بعد ما اخد تناقص وتزايد ورا بعض، يبقى اخد التلاتة اللي بعدهم هيبقوا ثبات اهو. واحد اللي بعدها اتنين، اللي بعدها تلاتة. تمام كده. طيب ايه اللي كان قبل التلاتة الثبات؟ كانوا تلاتة تزايد اهم، يبقى انا التلاتة اللي بعد كده هيبقوا تزايد. يبقى ادي واحد في نفس الغرزة، هاخد عمودين بلف اهو في نفس المكان، عمودين بلف. اروح للي بعده في نفس المكان، في نفس غرزة الحشو اللي كانت تحت، هعمل عمودين بلف. ادي واحد اتنين، اروح للرقم تلاتة اهو، ادخل اعمل فيها عمودين بلف اهو.
يبقى كده التلاتة ثبات، تلاتة تزايد، وكان قبلها تلاتة تزايد. طب بعد التزايد هعمل ايه؟ هعمل تناقص. تناقص هدخل في اول واحدة واخد من اتنين بس، وبعدين ادخل في تاني واحدة واخد من اتنين بس، وبعدين اخرج من اتنين واخرج من اتنين، ادخل اللي بعدها اخرج من اتنين بس، اللي بعدها كمان اخرج من اتنين بس، اخرج من اتنين، اخرج من اتنين، كده عملت اتنين تناقص. باقي واحدة اهو، هخرج من واحدة هدخل في اللي بعدها، اخرج من حلقتين، 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 يبقى انا كده عملت تلاتة تناقص. انتبه، في هنا تلاتة تناقص وتلاتة تزايد خلاص ورا بعض اهو، يبقى اللي بعدهم جاي ثبات. ثبات يعني في تلات اعمدة بلف اهو، واحد الحشو اللي بعدها، اتنين الحشو اللي بعدها، تلاتة، تلاتة ثبات. طيب كان قبل التلاتة الثبات ايه؟ كان تناقص، يبقى انا هعمل بعدها تناقص. تناقص يعني هعمل واحدة ادخل في اللي بعدها كمان واحدة اهو، بعدين اخرج من اتنين ومن اتنين كمان واحدة، لان هما تلاتات، ادي واحدة والعمود اللي بعد اخرج من اتنين وبعدين اتنين واخرج منه، ادي كده عملت تناقص اتنين. اعمل التالتة بقى اهو، ادي واحد وادي اتنين اهم، واخرج من اتنين، 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 كده عملت كام واحدة تناقص؟ واضحين؟ واحد، اتنين، تلاتة، كانوا هنا كام؟ تلاتة ثبات اهو، لو تلاحظوا بصوا تلاتة ثبات اهو، واحد اتنين تلاتة، وبعدين تلاتة تناقص، واخر حاجة تلاتة تزايد اهو. ادي التزايد في كل غرزة هعمل عمودين بلف، ادي واحد اتنين مع بعض اهو، اللي بعدها ادي واحد اتنين، اللي بعدها ادي واحد اتنين، يبقى كده تلاتة تزايد. زي ما بديت هنا بتلاتة اتنين ثبات وتلاتة تزايد، برضو هنا هيبقى تلاتة تزايد وهعمل اتنين ثبات اهو، ادي واحد اتنين اهو. خلاص كده حبايبي، هي لسه ما ظهرتش قوي، هتظهر دلوقتي لما نكملها، هتبان قدامكم. تمام اهو، هتبان الفسطونات قدامكم بس نكملها. طيب هنبدأ بعد كده نعمل ايه؟ هرتفع بسلسلة واحدة، وبعدين هدخل في اول غرزة هنا هعمل حشو اهو، كل الغرز هعمل فيها حشو، وما تنسوش الغرز التناقص، لا عشان ما تتلخبطوش وتعملوا فيها غرزتين، لا هي التناقص بتعملوا فيها واحدة بس اهو. هدخل هنا هعمل حشو، هنا حشو اهو، كل ده كان لسه تزايد، حشو وهنا حشو، جينا للتناقص اهو، غرزتين اهو عمودين مع بعض بغرزة واحدة هعملهم واحدة، الاتنين دول مع بعض بغرزة واحدة هعملهم واحدة، الاتنين دول كانوا مع بعض بغرزة واحدة هعملهم واحدة، دول التناقص. وبعدين الثبات اهم، يبقى انا هكمل كلهم بنفس الطريقة، ان انا اعملهم ايه؟ غرز حشو، كل السطر كله هكمله غرز حشو وارجع لكم. خلاص حبايبي، انا عملت كل الغرز حشو اهو زي ما انتوا شايفين، شوفوا بدأ الشكل يبقى ازاي. تمام كده. طيب بعد كده بقى الدور ده انا عايزاكم تنتبهوا بيه كمان زي الدور اللي قبله. انا هعمل في الدور ده ايه اهو، انا هطلع بسلسلة واحدة خلاص، وبعد كده هدخل في اول واحدة حشو، تاني واحدة حشو اهو شايفين، وبعدين تالت واحدة حشو، يبقى انا كده عملت كام واحدة؟ تلاتة حشو. طيب بعد التلاتة حشو بقى هنعمل ايه؟ هطلع بتلاتاشر سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية 10 12 تلاتاشر اهو، وبعدين هروح اعد واحد اتنين تلاتة، وادخل عند رقم اربعة اخرج منها اهو، واخد حشو. واهم حاجة ان انت تمسكي كده الدايرة دي تقلبيها، اوعي تشتغلي كده، لا اقلبي الدايرة دي كده
عشان تشتغلي كده على ظهرها. طيب وبعدين الحلقة اللي احنا عملناها دي هدخل جواها كده واخد حشو. طيب بعد كده بقى بعد ما عملنا الحلقة دي حلقة صغننة قوي كده اهو، هطلع بثلاثة سلسلة وهدخل هعمل حشو، كمان ثلاثة سلسلة وادخل اعمل حشو. انتبه جوه الحلقة بالظبط اهو، هعمل حشو كمان ثلاثة سلسلة حشو، كمان ثلاثة سلسلة. هعمل قد ايه؟ ستة، عشان يبقوا ست بتلات. كام احنا عملنا هون؟ اربعة، واحد اتنين تلاتة كده، خمسة. اسيب ايدي كده اهو عشان يبقى السلاسل دي تحت ايدي، واحد واحد اتنين تلاتة، ودي رقم ستة. هدخل جوه الحلقة واعمل حشو، خلاص اهي بقت وردة فيها ست بتلات. هدخل جوه اول ثلاث سلاسل انا عملتهم واخرج اعمل حشو، خلاص. وبعد كده هلف وادخل جوه واعمل ثلاثة عمود بلف، ادي واحد اتنين ثلاثة عمود بلفة، وبعدين في نفس الفستونة دي أو السلاسل هاخد حشو. أروح للمجموعة اللي بعدها هاخد حشو، بعدين ثلاثة عمود بلفة مباشرة، أدي واحد اتنين ثلاثة، وبعدين حشو. طيب اللي بعدها هدخل أهو، وبعدين أدخل جوه الثلاث سلاسل اعمل ثلاثة عمود بلف، ادي اتنين ثلاثة، وبعدين في نفس المكان هدخل واعمل حشو. هدخل على اللي بعدها كده عملت ثلاثة، هدخل على اللي بعدها هاخد حشو، وبعدين الف في ايدي واعمل ثلاثة عمود بلف، ادي واحد اتنين ثلاثة، وبعدين حشو. دول كده كام؟ أربعة، لسه باقي اتنين، ادي في واحدة اهي، هدخل اعمل حشو وتلاتة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، وبعدين حشو. فاضل اخر فستونة اهي، هدخل جواها اعمل حشو تلاتة عمود بلفة، ادي واحد اتنين تلاتة، وبعدين حشو، وبعدين ادخل عند اول واحدة انا عملتها هنا كده واخرج بمنزلقة عشان اقفل الدايرة. خلاص كده حبايبي مفهوم؟ طيب انا عايزة هعمل ايه بعد كده؟ هشد الخيط ده كده شوية، ارخي الخيط شوية واقلب كده من الظهر، علشان انا محتاجة اعمل الوردة دورين زي ما انتوا شايفينها، الدور الاول وده الدور التاني، البتلات التانية. زي ما كلنا بنعمل الوردة الطبقات، هنعمل ايه؟ الفراغات اللي هنا اللي هي ما بين الحشو دي، ده كده حشو الحشو الحشو، هعمل ايه؟ هدخل كده اهو اقلبها كده على الظهر، شايفين؟ هدخل في اول فراغ اهو من هنا كده واخد الخيط معايا واعمل حشو، بعدين ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، ادخل في اللي بعده اهو اللي هو بين الحشو والحشو. يبقى انا كده عملت اول بتنة، اطلع بثلاث سلاسل اشوف الفراغ اللي بعده على طول اهو، فين الفراغ اللي بعده اهو، هدخل فيه واخرج بحشو، وبعدين اعمل ثلاثة، يبقى انا كده عملت اتنين. هدخل الفراغ اللي بعده اهو واخد حشو، كده عملت ثلاثة، واحد اتنين تلاتة، عشان اكمل الرابعة اهو، ادخل هنا اكمل الرابعة، واحد اتنين تلاتة. حاولي السلاسل دي ما تجيش كده وتشتغلي فوقها، انا عايزاها تبقى بره كده، شايفة؟ تبقى بره. خلاص اعد كده عشان انا مش عارفة انا عملنا كام واحدة، ادي واحدة اهو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يبقى دي رقم خمسة اهو،
فين مكانها اهو، خلي السلاسل دي بره كده، وهدخل هنا واخد حشو. اخر واحدة بقى اللي هي رقم 6، هروح فين؟ هروح عند اول واحدة انا اشتغلتها، اول مجموعة سلاسل، وادخل فيها واعمل حشو. خلاص كده اهو، هتأكد ان دول المجموعات دي 6. خلاص طيب، نمسك اول مجموعة بقى اهي، دي اول مجموعة في الثلاث سلاسل، هعمل فيها عمودين بلفة. ادي واحد، ادي اتنين، التالت بقى هلف لفتين وهعمله عمود بلفتين، ده رقم 3. الرابع عمود بلف عادي، الخامس عمود بلف عادي، وبعدين زي ما بديت بحشو هنتهي بحشو. ادي اول بتله. طيب نيجي بقى على مجموعة السلاسل اللي بعدها اهو، هدخل فيها واعمل حشو، وبعدين اعمل اتنين عمود بلفه، واحد اتنين، والتالت هيبقى عمود بلفتين، عمود بلفتين، وبعدين عمودين بلفة عادي. ادي واحد اتنين، وبعدين حشو. عملت كام بتلة انا كده؟ واحد اتنين. نيجي لرقم 3 اهو، هاخد عمودين بلفة، واحد اتنين. تمام، عايزة اقول لكم على حاجة، بصوا كده، الوحدة مشبوكة من كام ناحية؟ هنا من تحت مشبوكة من 3، واحد اتنين تلاتة، مشبكينها من 3 اماكن بالظبط. تمام حبايبي. طيب انا هشبكها، انا هبدأ رقم 3 هخلصه اهو، يعني البتلة رقم 3 انا عملت عمود بلفتين كده. احنا عملنا اهو، يبقى اول بتلة كاملة، تاني بتلة كاملة، تالت بتلة اهو، عملت العمود اللي بلفتين. وبعدين اسلبه معايا كده، هنعمل ايه؟ هروح كده امسك الشغل قدامي، ادي الوردة اهو شايفينها كده، انا هشبكها فين؟ بصوا كده، تعالوا نعيد اللي هنا، الأعمدة اللي تحت، هنا عمودين ثبات، في 3 تزايد، 3 تناقص، 3 ثبات، وبعدين 3 تناقص، 3 تزايد، وفي 3 ثبات. 3 الثبات دول اللي هم في النص، اللي هم هنا بالظبط كده، هنا دول، هم دول اللي هيكون المقياس عندي. 3 الثبات دول هعد من بعدهم، 1 2 3 4، وأدخل في رقم 4 كده من الخلف أهو، واخرج كده، وبعدين اعمل حشو، وبعدين ارجع للبتله بتاعتي عادي، باقي فيها عمودين بلفه، هكمل العمودين بلفه اهو، وباقي فيها حشو، هكمل الحشو. طيب ادخل على البتله اللي بعدها، اخد حشو، وبعدين عمود بلفه، كمان عمود بلفه، بعدين عمود بلفتين، واوقف عشان اشوف انا هحطها فين، هشبكها فين. تعالوا كده اهو، دي اتشبكت على الطرف، دي هتتشبك هنا في النص. في النص فين؟ انا قلت ان في هنا 3 ثبات اهو، بصوا عليهم كده اهو، دول ال3 ثبات اللي في النص، هروح في النص فيهم، في رقم 3 منهم، وهدخل وهعمل حشو، وبعدين امسك البدلة بتاعتي اللي انا كنت شغالة فيها عادي اهو، وهدخل اعمل عمودين بلفه، وبعدين واحده حشو. بقى انا كده شبكت البتله رقم 2، نشوف البتله رقم 3، هاخد حشو، وبعدين عمودين بلفه، وبعدين عمود ب3 لفات. تمام. طيب رقم 3 دي هشبكها فين؟ هعد من اول هنا، دي الحشو بتاعتي، هعد من بعدها، 1 2 3 4، رقم زي ما عديت من هناك 4، هعد من هنا 4 اهو، وهدخل وهعمل حشو، وهرجع اكمل البتلة بتاعتي عادي اهو، 2 عمود بلفة، وبعدين واحدة حشو. تمام كده اهو، 1 2 3 4 5، باقي بتلة واحدة اهي، هدخل فيها
وهكملها خالص للآخر. اهو ادي عمود بلفة اتنين، والتالت عمود بلفتين، وبعدين عمودين كمان بلفة، وبعدين واحد حشو. اهو خلصت، هدخل هنا واعمل منزلقة. تمام اهو كده خلصت وانا شبكتها، شايفين كده؟ طب هعمل ايه؟ هقلب الوردة دي كده على الخلف. انا عايزة اكون في نص البتلة هنا، فانا هعمل ايه؟ هروح كده بأول واحدة، ادي واحدة حشو، التانية حشو، التالتة حشو، والرابعة اللي هي العمود اللي فيها العمود بلفتين هدخل واخد حشو. طب هعمل ايه بقى بالتلات سلاسل دول؟ هعد العشر سلاسل دول هعمل فيهم ايه؟ هعد من هنا واحد اتنين تلاتة، وهدخل في رقم أربعة. اهي رقم أربعة هدخل فيها وهاخد حشو. طيب ايه بقى الشكل من قدام؟ اهو بقى تعالوا نرجع كده بقى الشكل اهو، شايفين؟ عايزة اقص الخيط ده كده شوية، مضايقني اهو كده. الشكل واضح اهو، تمام. دول ثلاث سلاسل وهنا، تمام حبايبي، وضحت كده. طيب نشوف هنكمل نعمل ايه بعد كده. انا خلاص بقى هعدل الشغل على الوش اهو. انا عايزة اوصل من البتلة دي للبتلة دي، هعمل ست سلاسل، ادي اتنين اربعة ستة، واروح عند العمود اللي بلفتين هنا في النص، وادخل واعمل فيه حشو. كمان ست سلاسل، اتنين اربعة ستة، واروح للبتلة اللي بعدها واخد حشو. يبقى انا عملت هنا ستة وهنا ستة، هنا كانوا كام؟ تلاتة. يبقى انا محتاجة زيهم الناحية التانية تلاتة، واحد اتنين تلاتة. طب التلاتة دول هحطهم فين؟ هحط التلاتة دول فين؟ تعالوا كده، دول التلاتة الثبات اهم، التلاتة الثبات. هعد واحد اتنين تلاتة، احنا كنا عدينا اهو اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة، مظبوط. انا هعمل ايه بقى في التلاتة دول؟ بصوا كده، هما تلاتة اهو، هروح لأول الواحدة اللي هي قبلهم على طول. يبقى هما التلاتة اهم، هروح الواحدة اللي قبلهم، بصوا اهي، هاخدها بقى من الوش مش من الخلف. يبقى واحدة قبل التلاتة حشو، وبعدين التلاتة اللي في النص دول اللي هما الثبات هاخدهم حشو اهو. ادي واحد اتنين تلاتة، دول التلاتة الثبات حشو، وواحدة بعدهم. يبقى شوفوا احنا عملنا ايه، دول اربعة اهو، تلاتة الثبات وواحدة قبل وواحدة بعد، تلاتة تلات اعمدة الثبات، وعمود قبلهم وعمود بعدهم. تمام، يبقى كده انا الوحدة اكتملت عندي اهي، خلاص انا كده عملتها وشبكتها اهو. بصوا كده، اكبر لكم الكادر شوية اهو، كده الوحدة اكتملت عندي، شايفين اهو. طيب بعد كده بقى الوحدات كلها بعد كده هتتكرر زي اللي عملته هنا، هعمله هنا. يعني بداية مثلا انا خلصت الاربعة حشو دول، هبدأ اطلع بتلتاشر سلسلة، ادي اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر تلتاشر، وابدأ اروح عند رابع واحدة كده واخد. انا هعيدها لكم برضو عشان اللي ما خدش باله من اول مرة اهو، بس يعني مش هعيدها كلها عشان انتوا تفهموا انا بعمل ايه. بعد ما هتخلصوا الوردة دي اللي هي اول وردة اللي هي اول دور، بعد ما هتخلصوه هتشبكوا اول، هتعملوا بتلتين، تعملوا اول دور، وبعدين ترجعوا تعملوا تاني دور اللي هو الدور الخلفي، وبعد كده اول بتلتين هتشتغلوهم كاملين اللي هما زي دول، واحد اتنين كاملين، تمام. ورقم تلاتة هتروحوا فين تشبكوها؟ احنا هنا التلاتة الثبات اللي هنا، وبعدين في هنا اللي هما الاخرة دول، هتسيبي واحد اتنين. طب انا هكملها معاكم افضل عشان ايه، مش هقعد اوضح لكم كده، ممكن نتوه من بعض، فانا هعملها معاكم بس على السريع اهو. واحد اتنين تلاتة، انتبهوا معايا، ادي اول بتلة، هسرع شوية، واحد اتنين تلاتة، وادي البتلة التانية، واحد اتنين تلاتة، البتلة التالتة،
واحد اتنين تلاتة، البتلة الرابعة، واحد اتنين تلاتة، البتلة الخامسة، هسيب كده من ايدي عشان السلاسل تبقى تحت، واعمل واحد اتنين تلاتة والبتلة الستة. خلاص ادخل في اول بتلة هعمل حشو، وبعدين تلاتة عمود بلفة. انا بسرع شوية اهو، بس اللي عايز يرجع الفيديو ويروح لأول واحدة، اول وردة انا عملتها. ادي كده تلاتة وعملت حشو، اروح للي بعدها حشو، وبعدين تلاتة عمود بلفة. ادي واحد اتنين تلاتة، عشان افك الخيط شوية. اهو عملت كده اتنين، كده هعمل التالتة، تالت عمود حشو، اروح للي بعدها حشو، وبعدين تلاتة عمود بلفة. ادي واحد اتنين تلاتة، بعدين حشو، اللي بعدها حشو. هكملهم بس دول وارجع لكم في الدور اللي بعده. انا كده خلصت اهو الاول دور في الوردة. طبعا تقدروا ترجعوا الفيديو وتشوفوا الدور اللي كده، مش هعيدها تاني معلش علشان بس وقت الفيديو. عملت الدور ده وعملت السلاسل الخلفية جاهز للدور التاني، وبعدين عملت اول بتلة عبارة عن حشو، اتنين عمود بلفة، واحد عمود بلفتين، اتنين عمود بلفة، حشو. خلاص جيت هنا عند تالت بتلة اهو، هروح اشبكها فين بقى؟ انا في نهاية السطر اهو، هروح اشبكها فين؟ انا هنا سبت تلاتة ثبات، تلاتة حشو هنا اهو، فانا هسيب من هنا تلاتة حشو. تمام، ادي واحد اتنين تلاتة اهو خلاص، وبعديها اعد اربعة، واحد اتنين تلاتة، وفي رقم اربعة هدخل من الخلف كده. تمام حبايبي، يبقى انا سبت سبعة، وهدخل كده وهاخد حشو، وبعدين ارجع البتلة بتاعتي اهي، هكمل اتنين عمود بلفة اهو، وبعدين واحدة حشو. تمام، ارجع اللي بعدها، واحدة حشو، اتنين عمود بلفة، ادي واحد اتنين، وبعدين عمود بلفتين اهو. هروح اشبكه فين؟ تعالوا معايا نشوف هنشبكه فين. اهو اللي في النص دي هتلاقوا فيه هنا تلاتة ثبات اهم، اهو تلات اعمدة لا فيهم تزايد ولا تناقص، هدخل في النص في العمود اللي في النص فيهم اهو، هدخل كده وهعمل حشو، وبعدين ارجع للبتلة بتاعتي اكملها باتنين عمود بلفة، واحد اتنين، وبعدين واحدة حشو. طيب رقم تلاتة اهو، ادي حشو، وبعدين عمود اتنين، وبعدين عمود بلفتين، وهشبك بقى لان انا بشبك من تلات اماكن اهو. هروح فين؟ اهو ده التالت اهو، هروح هنا، بصوا كده بس عشان ما تتلخبطوش، اهو الوردة كده قدامي، ادي اول واحدة شبكتها عند سابع واحدة حشو، وبعدين التانية شبكتها عند في النص في التالت سلسلة اللي في النص في التالت عمود في النص اللي هو العمدة الثبات، وبعدين تالت واحدة بقى هعد من اول هنا اربعة، ده ماليش دعوة بيه، واحد اتنين تلاتة، وفي رقم اربعة هدخل وهعمل حشو، وبعدين اكمل البتلة بتاعتي عادي باتنين عمود بلفة، دي واحد اتنين، وبعدين واحدة حشو. فاضل معايا بتلة هكملها خالص، مش هعمل فيها اي حاجة، ادي اول عمود اتنين عمود بلفتين عمودين بلفة، ادي واحد اتنين، وبعدين واحدة حشو، وبعدين هدخل في اول سلسلة هنا وهعمل منزلقة. تمام حبايبي اهو، طبعا دخلت الالوان بقى فيها، انجورا جولد طبعا هيعمل شغله، الالوان طلع حلوة اهي. خلاص طيب، بعد ما خلصنا اخر بتلة هلف الشغل على ظهره كده، وهدخل في نفس المكان اللي انا كنت فيه، هاخد واحدة حشو كمان
دي فوق الحشو، وبعدين فوق اول عمود، فوق تاني عمود، وبعدين فوق تالت عمود اللي هو عميل بثلاث لفات، هاخد حشو، وبعدين اروح للعشر سلاسل دول اللي كانوا هنا، هعد من هنا 1 2 3 وهدخل في رقم 4 اعمل فيها حشو واعدل الشغل بتاعي. اهو كده عدلت الشغل بتاعي، بقى وشه ليا اهو، تمام، ده وش الشغل. طيب وبعدين هعمل 6 سلاسل، 2 4 6، واروح للبتلة التانية هنا واخد حشو، وبعدين 6، ادي 2 4 6، واروح للبتلة دي واخد حشو، وزي ما كانوا هنا 3 انا عايزة زيهم هنا 3، هعد 1 2 3، وهروح فين؟ هعد اهو، ادي 1 2 3 4 عشان يبقوا 4 حشو اهو، ادي 1 2 3 4 اهو. بصوا بقى كده بدأ يرتاح الشكل اهو، شايفين الشكل اهو. طيب الدور اللي بعد كده هسلك الخيط شوية، مش عارفة البكرة دي صعبة قوي ليه كده. خلاص الدور اللي بعده هطلع بسلسلة واحدة وألف في الشغل بتاعي، وأدخل في كل واحدة حشو، هعمل فيها 1 حشو، أدي 1 2 أهو 3 4، تمام. وبعدين دول كانوا 3 سلاسل، هعمل فيهم 3 حشو، 1 2 3. طيب دول كانوا كام سلسلة؟ 6 سلاسل، هعمل فيهم 6 حشو، 1 2 3 4 5 6، تمام. اللي بعد كده السلاسل دي 6، هدخل برضو اعمل فيها 6 حشو، 2 3 4 5 6. بعد كده دول 3 سلاسل، هدخل فيهم وأعمل فيهم 3 حشو، 1 2 3 أهو. بصوا كده الشكل، واضحة كده؟ طيب اكمل بقى الحشو بتاعي، دول هنا هم 5 حشو اللي في النص، هاخد فوقهم 5 حشو، ادي 1 2 3 4 5 اهو. وبعد كده دول 3 سلاسل، هاخد فيهم 3 حشو، 1 2 3، ودول 6 هاخد فيهم 6، هكملهم زي ما عملت، دول 6 هاخد فيهم 6 حشو، 6 حشو، 3 حشو، وفوق الـ4 دول هعمل 4 حشو، تمام كده حبايبي. دول 3 حشو، 6 حشو، 6 حشو، 3 حشو، وبعدين 4 حشو في الأخير. خلاص حبايبي أنا خلصت الدور اللي فيه الحشو أهو، شايفينه أهو كده، تمام. الدور اللي بعده بقى برضو انتبهوا معايا كويس، هنعمل فيه ايه؟ الدور اللي بعده هو تكرار الدور ده، شايفين الدور ده هو نفسه انا هعمله، بس ازاي بقى؟ تعالوا نشوف ازاي. بصوا كده، اول حاجة انا كنت عاملة تحت 2 عمودين، تمام، يبقى انا هطلع ب3 سلسلة اهو، واعتبرها عمود، وبعدين ادخل في اللي بعدها واخد عمود، خلاص يبقى انا 2 ثبات زي الـ2 الثبات اللي كانوا هنا. طيب وبعدين انا كنت بديت هنا ب3 تزايد، صح، 3 تزايد، 3 تناقص، وبعدين 3 ثبات. انا هعكس هنا، بدل ما كنت هبدأ ب3 تزايد زي تحت، هبدأهم ب3 تناقص اهو، ادي 1، وبعدين التانية، اخد من 2، اخد من 2، اخد من 2، تمام. كمان هاخد 2 تناقص اهو، 1، السلسلة اللي بعدها 2، اخد من 2، اخد من 2، كده عملت 2 تناقص. اللي بعدها ادي 1، ادخل اهو في اللي بعدها كده،
يبقى ده كمان تناقص اهو. يبقى انا كده عملت كام تناقص؟ 2 ثبات اهو و3 تناقص. بعد ال3 تناقص هيجي 3 تزايد، تمام؟ تزايد في كل واحدة حش، وهعمل عمودين بلفة. ادي 2 كده، عملنا واحدة، عمودين في التانية اهو، وبعدين عمودين في التالتة. يبقى كده عملنا ايه؟ تزايد. يبقى 3 تناقص، 3 تزايد، ادي 1 2 3، وبعدين 3 ثبات. ادي 1 2 3. لو لاحظتوا كده، الثلاثة الثبات دول اللي في النص هما نفسهم اللي أنا كنت واخدة فيهم البتلة اللي قصاد البتلة دي، كنت واخداها في الثلاثة اللي مقابل لهم هنا. الثلاثة اللي هنا كانوا ثبات، خدت في النص ثبت البتلة دي، هتلاقوا فوق الثلاثة الثبات برضو فوق البتلة دي، تمام؟ ايه اللي كان قبل الثلاثة الثبات؟ كان فيه تزايد. يبقى أنا بعدها هعمل تزايد، يعني هنا هعمل عمودين بلفة، في غرزة واحدة، بعدين عمودين بلفة كمان في غرزة واحدة، وبعدين عمودين بلفة كمان في غرزة واحدة. دي التالتة اهو، كده التالتة خلاص. بعد الثبات اهو، 3 التزايد زي اللي قبله، يبقى هيجي 3 تناقص. ادي 1، واللي جنبه اهو اخد من 2 2 2، يبقى ده تناقص. وبعدين ادخل في اللي بعدها، ادي واحدة، واللي بعدها كمان واحدة، اخرج من 2 واخرج من 2، يبقى كده 2 تناقص. لسه فاضل واحدة تناقص، ادي 1، العمود اللي بعدها اهو، اخرج من 2 اخرج من 2، يبقى كده انا عملت كام؟ 3 تناقص، 1 2 3. وبعدين في 3 ثبات اهو، 1 2 3. ايه اللي كان قبل الثلاثة الثبات؟ كان فيه 3 تناقص، يبقى انا هعمل اللي جايين 3 تناقص اهو، 1، ادي 2، واخرج من 2 واخرج من 2، كمان 3 تناقص، ادي 1 2، واخرج من 2 واخرج من 2. انا كده عملت 2 تناقص، فاضل 2 اهو، ادي واحدة وادي التانية، اخرج من 2 من 2 من 2. يبقى انا عملت الثلاثة الثبات، بعدهم 3 تناقص، بعد الثلاثة التناقص بيجي على طول 3 تزايد. ادي الواحدة هدخل فيها مرتين، اعمل عمودين، كل ده تكرار بقى، احنا بنكرر اللي احنا عملناه قبل كده اهو. 3 عملت فيهم تزايد اهو، ودايما البتلة اللي هتقابلني في النص هي اللي فوقها الثبات اهو. ادي 1 2 3 ثبات اهو. ارجع اشوف كان قبل الثلاثة الثبات ده لو كان ايه؟ كان تزايد، يبقى انا هعمل بعدهم تزايد في كل عمود، عمودين اهو. كده رقم 3 ادخلي بقى، 3 اهو، كده تزايد خلاص. يبقى ده كان ثبات، تزايد يبقى بعديه تناقص. ادي 1 هاخده، العمود اللي بعده كمان مش هكمله، بعدين اخدهم 2 و2، كمان عمود، ادي 1 اللي بعده، 2 اخرج من 2 اخرج من 2، تمام. وبعدين كمان في 1 اهو، هدخل كده، وفي اللي بعده اهو هعملهم تناقص ومن 2. طيب بعد كده بقى هعمل كام عمود ثبات؟ لحظة، أنا كده دخلت عمودين مع بعض أهو، ده كده التناقص أهو، هدخل هنا وفي العمود اللي بعده هنا، وبعدين كده أخرج من 2 ومن 2. بعد كده في 2 ثبات، زي ما أنا بدي هناك أول حاجة 2 ثبات، هعمل هنا برضو 2 ثبات أهو. بصوا بقى الشكل، إيه رأيكم؟ ايه رأيكم بقى في الشكل؟
تمام. الدور اللي جاي بقى كله حشو زي ما عملنا هنا الاول وحشو، هرجع بقى الدور ده كله حشو، ونيجي بقى عشان نشوف الوردة الطايرة اللي الواحدة دي، الوردة دي طايرة كده لوحدها، هنعملها ازاي. انا كده خلصت خلاص دور الحشو اهو زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده اهو بقيت على وش الشغل قدامي، هعمل ايه؟ عند البداية هنا بالظبط انا هعمل الوردة بتاعتي دي، يعني هنا كنت بالاول بمشي 4 حشو وبعدين ابدأ اطلع بسلاسل الوردة، هنا لا، في الدور ده عشان انا هخلف هعمل الوردات عكس مش فوق بعض، شايفين الوردات مش فوق بعض، فانا هعمل ايه؟ هبدأ هنا مش هاخد اي حشو، انا هبدأ اسس للوردة بتاعتي اهو، 2 4 6 8 10 12 13 اهو، وهأسس للوردة بتاعتي، هدخل في تالت واحدة في رابع واحدة وهاخد حشو، وهكرر نفس اللي احنا عملناه، اعمل الدور الاول وبعدين السلاسل اللي في الخلف، دور البتلات الاول وبعدين السلاسل اللي في الخلف، وبعدين نيجي للبتلات الخلفية اكملها وارجع لكم اوريكم هنعمل ايه في البتلات الخلفية، لان الخطوة دي تكرار. انا كملت الوردة اهو حبايبي، عملت الدور ده وعملت السلاسل الخلفية، وهنا انا كنت في اول واحدة انا عملتها لكم، كنا بنشبك في تالت واحدة، يعني بنعمل اول بتلة وتاني بتلة وتالت بتلة نبدأ نشبك فيها، يعني نعمل بس عند العمود بلفتين ونبدأ نشبك. اما في الدور العكسي، في الدور العكسي اهو، احنا مش هنعمل كده، احنا هنشبك في رقم 5 ورقم 6، يعني هشتغل رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4، وفي رقم 5 هي اللي هشبك فيها. تعالوا كده نشوف هنشبك ازاي. اهو ده قدامي كده اهو، انا هشبك فين؟ المفروض ان انا هشبك هنا، فين التلاتة الثبات اللي هنا؟ لان دي المفروض هي نص وردة بس، يعني ده نص، المفروض فين التلاتة الثبات اللي هم فوق البتلة دي؟ دول التلاتة الثبات اهم، شايفينهم؟ دول التلاتة الثبات، هعد من بعدهم 1 2 3 وفي الرابعة اهو، شايفين؟ هدخل كده اهو وهخرج بحشو، ارجع تاني للبتلة بتاعتي اكمل فيها عمودين بلفة، ادي 1 2 وبعدين حشو، دي البتلة الخامسة، تمام. ندخل على البتلة الستة، هعمل فيها عادي 1 حشو واتنين عمود بلفة، 1 2 بعدين عمود بلفتين، هو ده اللي هشبك فيه. طيب هروح بقى اشبك فين؟ تعالوا كده اهو، بصوا كده هشبكه فين ده؟ بصوا مكانه، انا انتوا مش شايفين معايا مش تقولوا اهو، بصوا هشبكه فين؟ بصوا كده، بتلة هنا رقم 5 والستة مكان أول سلسلة أنا طلعتها، يبقى أنا هروح فين؟ يبقى أنا هدخل في أول سلسلة فوق فوق ال10 سلاسل دول اللي أنا كنت طالعة بيهم، هما 13 سلسلة، يبقى دي أهي البتلة رقم 6، في نص البتلة، البتلة رقم 6 في نص البتلة هشبك هنا فوق السلاسل اللي انا بديت منها، تمام كده اهو. يبقى هاخد كده وهروح عند دول كده، اخلي السلاسل دي في الخلف، انا مش عايزاها تبان، انا عايزاها تفضل في الخلف، وهدخل كده اهو وهعمل حشو، وبعدين اروح اكمل العمودين بلفة بقية البتلة اللي عندي اهو، وبعدين 1 حشو، خلصوا كده 6 بتلات، هعمل هنا 1 منزلقة خلاص اهو، بصوا كده اهو، دي نص الوردة اللي هتبقى طايرة كده في الجنب، خلصت. طيب انا عايزة اكمل بقى الدور بتاعي، هكمله ازاي؟ انا عايزة اشبك من اول فين؟ بصوا هنا، بصوا هنا التشبيك هيكون من اول فين؟ دي خلاص شبكنا فيها، دي هتتساب ودي هتتساب، وهبدأ أعمل من هنا لهنا 6 سلاسل، من هنا لهنا 6 سلاسل، يعني أنا عايزة أوصل للبتلة دي. يبقى أنا فين؟ شايفين أنا فين؟ أهو أنا هنا عند البتلة دي،
عايزة أعدي البتلة دي بمنزلقات والبتلة دي بمنزلقات وأكون في نص البتلة دي، تمام؟ يبقى هم بتلتين ونص. يبقى أنا هدخل كده اهو ده بيضايق قوي في المنزلقات. لو انت عايزة تعمليها حشو، انا عملتها في التانية دي حشو، مفيش مشكلة اهو حشو اهو. دي 2 3 خلاص انا كده في النص. بصوا حبايبي اهو انا مشيت حشو. يبقى انا كنت هنا، انا كنت هنا وخلصت، تمام اهو. وبعدين مشيت حشو من هنا وهنا لحد ما بقيت هنا، تمام. يبقى فاضل بس 2 بين دي وبين دي، هيبقى 6 سلاسل. ادي 2 4 6، واروح عن العمود اللي بلفتين هنا وادخل فيه واعمل حشو، تمام. طيب هنا المفروض يبقى قد ايه؟ احنا دايما متفقين ان من هنا لهنا بيبقوا 3 سلاسل، تمام. يبقى هعد 1 2 3 واروح عند التلاتة اللي في المنتصف اهم، التلاتة اللي في المنتصف هروح اعمل فين؟ في اللي قبلهم. اول واحدة قبلهم هعمل فيها الحشو، ادي 1 عشان يبقى 1، وبعدين الثبات اهم، ادي 2 3 3 4 5 اهو. يبقى التلاتة اللي في النص قبلهم واحدة وبعدهم واحدة. وادي الوردة الطايرة اهي، شايفين بقت شكلها ازاي اهو. طيب انا محتاجة بقى هنا هعمل ايه؟ عند المكان اللي انا وقفت فيه ده هطلع ب13 سلسلة، تمام. هبعد لكم الكادر شوية اهو. عند مكان ما انا وقفت المفروض هعمل واحدة هنا، الواحدة اللي هنا هتبقى زي دي وزي دي، زي ما كانوا دول هنا بالظبط هيبقوا هنا. هكمل واحدة هنا وارجع لكم عشان اوري لكم الواحدة النهاية اللي في الطرف، هي هتبقى زيهم بالظبط. زي ما عملنا دي هنعمل اللي في الطرف هنا، بس انا اخلص الواحدة اللي في النص وارجع اوريكم ازاي هنعمل اخر واحدة. انا كده حبايبي اهو خلصت الوردة اللي في النص، انا عملت معاكو دي، خلصت الوردة اللي في النص بنفس الطريقة اللي عملناها هنا اهو. عملت 2 بتلتين، تمام. عملت 1 2 3 و4 شبكت فيها، وال5 وال6 اهو. وعملت زي نفس اللي عملناه هنا عملناه هنا. طيب اخر واحدة بقى، عملت انا هنا 5 حشو زي ما انتوا شايفين، وطلعت ب13 سلسلة زي ما احنا ماشيين بالظبط اهو. وعملت الوردة الداخلية، وبعدين السلاسل في الخلف، وبعدين زي ما هنا بدينا ب4 بتلات، وهنشبك في ال5 وال6 اهو. شبكنا هنا في ال5 وفي ال6 غير اللي تحت. اللي تحت كنا بنشبك في رقم 3، نبدأ تشبيك في رقم 3، بنعمل بدلتين ونشبك في الثالثة، لكن في الأطراف في الدور ده بنشبك في رقم 5 و6، تمام. يبقى أنا عملت 4، 1 2 3 4، ورقم 5 شبكت نصها بس، عفوا عملت العمود بلفتين مش شبكت. هروح أشبك، هشبك فين بقى؟ انتبهوا معايا كده، شوفوا هنا تشبيك فين؟ في آخر طرف، في اخر، في اول سلسلة هنا. يبقى انا ايه اللي هشبكه؟ هشبكه فين؟ هشبكه كده من ورا من الخلف في اول واحدة حشو انا عملتها اهو كده، وهاخد حشو اول واحدة حشو عملتها، وهرجع اكمل البتلة بتاعتي. ادي 1 عمود عمودين 1 حشو عمودين 1 حشو، وبعدين ارجع بقى اخر بتلة اللي هي رقم 6 اهو. شوف هنشبكها فين، هنعمل 2 عمود بلفة، ادي 1
اتنين، بعدين عمود بلفتين اهو، تمام. هنروح نشبكه فين؟ بصولي كده، هنبدأ نعد من هنا اهو، واحد اتنين تلاتة، هنسيب اول واحدة ونعد واحد اتنين تلاتة اربعة اهو، عند رقم اربعة هدخل وهعمل حشو، وبعدين اروح اكمل البتلة بتاعتي اهي، تمام. وادي الحشو كده، انا خلصتهم خلاص اهو، هدخل هنا كده وهعمل منزلقة. تعالوا نشوف الشكل كده اهو، اهو ده الشكل اهو، بتشبك من رقم بتلة رقم خمسة، بتلة رقم خمسة ورقم ستة، وهنا رقم خمسة ورقم ستة، تمام. طيب السلاسل دي انا مش عايزة اسيبها كده، السلاسل دي هتبقى فين؟ موجودة فين؟ موجودة في البتلة رقم ثلاثة هنا، شايفين اهو، المفروض انها تبقى كده زي دي كده، هتتشبك هنا. طب هشبكها هنا ازاي؟ هقول لكم اهو، معلش هي بتلخبط شوية، هدخل كده اهو، حشو حشو عند العمود اللي بلفتين في النص اهو، هروح هاخده حشو عادي اهو، وبعدين الف كده من الخلف زي ما احنا متفقين، بنعد واحد اتنين تلاتة، وادخل في السلسلة رقم اربعة، معلش الخيط رفيع قوي اهو، واخد حشو كده، تمام. البدلة رقم اربعة اتشبكت اهي، تمام، زي دي، واحد اتنين وادي التالتة، واحد اتنين وادي التالتة. طيب انا عايزة اكون فين؟ انا عايزة اكون هنا، هنا في المكان ده اهو، عشان زي دي ست سلاسل، واكون هنا اكون زيها، فانا هعمل ايه اهو، هاخد ست سلاسل، واحد اتنين اربعة ستة، واروح عند العمود بلفتين واخد حشو، وكده انتهى الدور، كده الدور ده انتهى. فاضل ايه في الدور ده؟ فاضل ان انا ارجع على السلاسل دي حشو، هنا ستة هاخد ستة حشو، تلاتة حشو، خمسة حشو، تلاتة حشو، ستة حشو، وارجع، وبعد ما اخلصهم ارجع اعمل نفس الاعمدة دي، بس هعمل ايه بقى؟ هعمل نفس اللي في الاول، اللي هو بدينا بتلاتة تزايد، يبقى الجديد هيبقى تلاتة تزايد، هنا تلاتة تزايد، هنا تلاتة بداية تلاتة تزايد، هنا البداية تلاتة تناقص، هنا هيبقى البداية في الجديد تلاتة تزايد. هخلص الدور ده هو بس عشان اوريكم المنظر العام، بعد ما اخلصه هيبقى شكله ايه، وهرجع لكم كده. حبايبي انا خلصت، وده الشكل العام زي ما انتوا شايفينه كده اهو، خلصت الدور هنا، وعملت زي ما عملنا هنا، وعملت كمان فوق دور حشو، وده الشكل النهائي. طبعا انت بتطلعي بالاعداد زي ما انت عايزه، طبعا هنا في العينه اللي انا كنت عاملاها لكم، انا كنت حاطه لولي كده في كل ورده، مديه برضو شكل حلو، متكملي شال كده مستطيل، يبقى على الكتف شكله جميل قوي، او تعمليه على صدر بلوزه، او تعمليه زي ما انت عاوزه. شايفين في السادة شكله حلو قوي، وكمان في الألوان برضو طالع جميل. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وكومنت، واللي ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس، وما تنسوش تدعموا جروب ياسمين لتعليم الكروشيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.